السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام، كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم درت لكم فيديو جديد، واللي غنتحدث فيه إن شاء الله على الخلطة التي أعتمدها في تغذية طائر الحسون. وهذه الخلطة هذه يعني خلطة صحية مفيدة لطيور الحسون، والحمد لله يعني ما ظهرت هناك أمراض سواء على الكبد أو في الأمعاء. الحمد لله يعني طورت بصحة جيدة الحمد لله. وهذه الخلطة هذه يعني أعتمد عليها بشكل يومي، يعني عندي سلاكة كنعطيها الطويرات يعني في مأكلية كبيرة يعني كياكلوها جماعة. علاش؟ لأن كاين الطيور بزاف، وبالتالي كل طائر يعني كياكل واحد النسبة قليلة كنعطيهم على قدهم. وبالنسبة للإخوان هنايا لهاد الطيور هادو اللي في القفص تاع السيباراسيون، راه كندير ليهم الإخوان واحد الوكالة صغيرة، وكنعطيهم فيها يعني القليل قليل من الخلطة هذه يعني يوميا بشكل يومي. هاد الخلطة الإخوان كتكون من زريعة شيا كما كتشوفوا معايا، كتكون من زريعة شيا. فوالا هي زريعة شيا، كتكون كذلك من زريعة الشوك. وكما كنعرفوا هاد زريعة الشوك هذه فهي غنية بمادة الكولين، ومادة الكولين فهي يعني مطهر الكبد، يعني هذه كطهر الكبد من مجموعة من السموم، هو وقاية الإخوان الكبد. يعني ضروري تعطيوها للطويرات ديالكم، هذه وقاية الكبد. الناس اللي يعني باغا تجنب أمراض الكبد تعطي هذه من دابا، باش في فترة الإنتاج إن شاء الله ملي نبداو نقدمو يعني الأكل يعني بواحد الكيفية كبيرة، الطيور ديالنا يعني نكونو سبقنا لهم هاد الزريعة هادي، لأن هاد الزريعة هادي تعتبر مطهر الكبد الإخوان. وهذه بتجربة، هذه راه خديتها من القريعة. فوالا هي زريعة الشوك. كذلك كنعطيهم خلطة المانيطوبا، خلطة نتاع المانيطوبا هذه معروفة يعني كتحتوي على واحد المجموعة ديال البذور، منها البيريلا، منها يعني زرار ديال الشوك، يعني مختلف الأنواع ديال الشوك. بالإضافة الإخوان زريعة الكتان، بالإضافة زريعة الكتان والبراقة. البراقة يعني كتكون بواحد النسبة ديال 50%، يعني كما كتشوفوا معايا 50% براقه، والباقي كنخلطوا يعني زريعه الشوك، الشيا، وزريعه الكتان. ومازال ليا الاخوان البذره المهمه واللي قلت لكم انها تقي الطيور يعني من الكبد، دونك غادي نضيفوا هذه الخلطه هذه. وهذه الخلطه الاخوان راه صحيه، وقدموا يعني بشكل يومي للطيور ديالكم، ما عندكم مناش تخافوا. يعني الحمد لله جربتها، يعني مفيده جدا للطيور، وما تخافوش يعني من امراض الكبد ولا الامعاء. يعني النصيحه اللي كنصح بها مجموعه من المربين، يعني ضروري الاكل يكون نظيف، الاكل يكون نظيف. وكما كندير الطريقه اللي كنتبعها، يعني الاكل كنشمسه هو الاول، يعني بحال مثلا هاد الساشي هادي، هاد الساشي الاخوان هادي، راه ملي كنجيبها كنفتحها راه الا شميتها غتلقاو فيها واحد الريحه بحال ديال الغموليه، بحال دونك هادي كنخويها في واحد شي توب ولا هذا، وكنحطها تشمش نهار كامل، يوم ولا يومين ديال الشمس حتى كتحيد من هذيك الغموليه، لان الشمس كتقضي عليها يعني المجموعه ديال السموم اللي كتكون في هذا المانيطوبه هذه. لان كما كتعرفوا هذه المواد هذه اللي كتكون في البلاستيك الاخوان، هي يعني كتضاف لها بعض المواد الحافظه الى غير ذلك، دونك راه كتكون مضره بالطيور. كما كتعرفوا الطائر المناعه ديالو ضعيفه، يعني اي حاجه تاثر فيه الاخوان، هذه شمشوها الاخوان، حطوها في الشمس، خويوها في شي توب وشمشوها مزيان، وعاد رجعوها للساشي. وهذا الشيء راه ماشي غير بالنسبه للمانيطوبا، راه حتى بالنسبه للبراقه، بالنسبه لجميع الحبوب اللي كتبغي تعطيها للحسون. كنصحكم الاخوان شمسوا الحبوب ديالكم، راه واخا تكون الخلطه يعني صحيه، ولكن راه الخلطه يقدر يكون فيها بعض السموم يعني اللي تضر بالطائر ديالنا. اذا كما كتشوفوا معايا بقات لينا فقط الزريعه ديال الشوك. دنا الاخوان كنضيفوا القليل من زريعه الشوك. فوالا هذه هي زريعه الشوك كما كتشوفوا معايا، هذه هي زريعه الشوك الاخوان. دابا غنضيفوا على الحبوب الاخرى كيفيه قليله. فوالا الاخوان، وغادي نخلطوا الاخوان هادشي كامل. فوالا يعني نسبه قليله كنعطي للطائر الحسون، يعني واحد النسبه قليله في اليوم بشكل يومي الاخوان. فوالا كنحاولوا يعني نخليو هاد الخلطه هادي تكون متجانسه، يعني ما يكونش كل حبوب في جهه،
ورا نحاولوا نحركوها مزيان، نخلطوها مزيان. اذا الاخوان بعد ما خلطنا الخلطه ديالنا كتصبع على هذا الشكل هذا، كتلاحظوا معايا بان الحبوب السوداء يعني فيها واحد النسبه قليله جدا، لاحظوا معايا، ولي خلطه صحيه والاخوان قدموها للطويره ديالكم يعني باش ما يضعفوش ويكونوا ديما في بنيه يعني بنيه جسمانيه يعني قويه. الحمد لله انا كاع الطويرات عندي الحمد لله بصحه جيده، يعني ملي بديت كنقدم هذه الخلطه هذه الحمد لله تهنيت مجموعه من المشاكل ومجموعه من الامراض. فوالا، وهذا الشونتيون قدامكم هما 4 نتيوات ما شاء الله، فوالا كلهم بصحه جيده وكلهم كيحمروا. اذا الاخوان غادي نمشيو نقدموا الخلطه هذه للطيور اللي في السلاكه. الاخوان حنا قدمنا هذه الخلطه هذه، يلا حطيتها هي الكنار هبطات، وراه الفيميل تاع الكنار موقنين كذلك. دونك الفراخ ولاو مولفين انني نعطيهم الخلطه شاك جور، يعني غير كنحط عليهم كيهبطوا كاملين. وهنا كنوضع عليهم تراب تراب و فوالا، وكندير لهم الكالسيوم هذا. فوالا راه كيتباع الكالسيوم هذا، راه مزيان للطويرات الاخوان، وكنصحكم تعطيو للطويرات ديالكم الكالسيوم، راه داير بحال فوالا بحال القشور نتاع الببوش والحلزون، بحال القشور ديالو، راه مفيد جدا للطيور، كيساعدهم على الهضم. فوالا الاخوان شوفوا معايا، فوالا الاخوان ونقاندو تيهبطو. وهاد جوج الاخرين الاخوان راهم تبارك الله، وحده راه قربات صافي، هادو جوج هم دي فوميل ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا الطيور كتحب هاد الخلطه هذه بشكل كبير. هنا كتشوفوا معايا طائر الكناري كيتغدى على التراب، يعني على المزرعه الصغير، لان كما كنعرفوا بان طائر الحسون عنده واحد الحوصله كتجمع فيها الاكل، وديك الحوصله ملي كيكون فيها المزرار راه كيبقى داك الاحتكاك ديال المزرار الاخوان، راه كيهضم ليه الاكل ديالو، لان هو ما عندوش سنان بحالنا حنا، طبيعه الحال عنده عين المنقار ديالو، يعني كيهرس الغذاء وكيصيفطو الحوصله ديالو. ومع داك المزرار الاخوان راه هو اللي كيلعب الدور ديال الاسنان، الدور اللي عندنا حنا الاسنان ديالنا باش يعني باش نمضغو الطعام، يعني كما نقول كيرون بلاسي داك الدور، كيرون بلاسي عاد الحسون المزرار الاخوان. دونك ضروري ديروا المزرار في السلاكه او في القفص ديالكم. كما كتشوفوا معايا الطائر هذا باقي قرع وقبيح، الله قبيح ما تيخليش خوتو ياكلو معاه نهائيا. بحال هذا هو المشرمل ديال الدرب، سبحان الله الاخوان تصايلات، يعني شوف 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 الله يسمى مشرمل. الاخوان بكير هذا
وفي الاخر الاخوان ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. وبالنسبه للاخوان اللي مازال ما شاركوش القناه، شاركوا في القناه ان شاء الله. من القدام ان شاء الله غيكونوا فيديوهات تعليميه، واي طريقه توصلنا لها ولقينا بانها مفيده لطائر الحسون غنتقاسموها معكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.